سيكون المد النوفمبري هو الطابع الذي سيصبغ ألوان الجزائر الجديدة ودولتها الشامخة والراسية الجذور. فذلكم هو التحدي الذي سنرفعه بإذن الله تعالى وقوته، وسنكسب رهانه، وسيخيب آمال خدام الاستعمار الذين لا يعجبهم إطلاق هذا الالتفاف الوطني الصادق حول الجيش الوطني الشعبي، التفاف يؤكد بقوة تصميمه الثابت والعازم على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر 2019 التي يرى فيها بحسه الفطري والطبيعي بمثابة المخرج الوحيد من مثل هذه الظروف الخاصة التي تمر بها الجزائر. لقد أصبح الآن واضحا كل وضوح من يريد للجزائر بأن تخرج من هذه الظروف التي تمر بها، ومن يريد لها الوقوع في فخ الانسداد بكل ما ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة وغير مأمونة.